ما كل إفتاء إفتاء، وما كل فتوى فتوى، وما كل ناعق يتبع. أئمة وخطباء المساجد يردون على فتاوى نفير الجهاد الزائف الصادرة عمن أسموا أنفسهم علماء الأمة، ويعدونها خروجا عن أحكام الشريعة وتنفيذا لمخططات الصهاينة. إسقاط هذا المشروع الخطير جدا جدا على أوطاننا وعلى مقدساتنا وعلى شعوبنا هو أضخم بكثير من أي تضحيات يمكن أن تقدم. نصر الله يؤكد أن ما يجري على الساحة السورية هي معركة بين مشروعين وليس بين مذهبين، وأن قتالنا هناك دفاع عن سوريا ولبنان والمنطقة. سوريا، واشنطن تشكل غطاء سياسيا للإرهابيين، وتقريرها حول استخدام الكيماوي حافل بالأكاذيب، وروسيا تصف الأدلة الأمريكية بالمفبركة. المرشح الذي اخترته يحترم حقوق المرأة ويسعى للعدالة وتحسين العلاقات مع الخارج وتحسين الأوضاع الاقتصادية. وظيفتي الشرعية والدينية أن أشارك في هذا التصويت في هذه الانتخابات لنواجه صفعة لكل المتغطرسين في أمريكا والغرب. الداخلية الإيرانية تمدد الانتخابات الرئاسية لساعات تلبية لإقبال المقترعين الكثيف. انضمام شرائح جديدة للمتظاهرين الأتراك في ثورتهم لإسقاط أردوغان. مساء الخير.